بالنسبة لتلفزيون حلب اليوم، أنا من الناس المتابعين لتلفزيون حلب اليوم منذ بداية انطلاقته لحد الآن لعدة أسباب. السبب الأول هو رصده للأوضاع والحالات الإنسانية الموجودة في الداخل السوري. الأمر الآخر هو حفاظه على قيم الثورة. الأمر الثالث، كثير من التلفزيونات أو الوسائل الإعلام اللي كانت عم ترصد أو بتتابع الأحداث السورية، في من غير السياسة تبعيته، أحيانا في منهم سياسة صارت مناهضة للأحداث السورية أو للثورة السورية. فبالمجمل يعني يعتبر تلفزيون حلب اليوم هو من أفضل الموجود يعني صراحة. يعني جهود طيبة وانضباط والتزام ب يعني أمانة الرسالة اللي هن حاملينها اللي بدهم يوصلوها، هذا اللي وداهم ل 11 سنة من العطاء، الله يبارك فيهم. الرسالة الإعلامية التي قام بها حلب اليوم أظن الفترة الماضية كانت منذ أن بدأ لما كان في الداخل السوري، كان في يعمل في حلب، وإلى هذا اليوم طبعا رسالة تسليط الضوء على أول شيء ما يحصل في الداخل، رسالة أهل الداخل للخارج وأهل الخارج للداخل، بالإضافة للبرامج المتنوعة اللي كان عم يقيم فيها ويستضيف فيها يعني الشخصيات ويغطي بالمواضيع اللي يعني كانت ربما من المواضيع المهمة، لا سيما الحراك المواكبة الحراك الثوري بمختلف الأصعدة، بالإضافة للموضوع طبعا هو مغطي جيد لموضوع الأخبار. يعني المحتوى اللي حابين نشوفه أكثر على القنوات في وقتنا الحالي، نشهد يعني صراحة فشل المعارضة بتمثيل الشعب السوري الحر، مما أدى لتراجع القضية السورية على يعني على الكثير من المنابر السياسية المحلية والدولية. لذلك نتمنى أن يكون في يعني رسالة لرفع الوعي الخاص بالقائمين حاليا بقضية القضية السورية الشريفة، بحيث انه نحن نرفع مثل ما خبرتكم الوعي عندهم باهميه الحمل اللي هو بين يديهم، واهميه الحمل اللي يقع ايضا على اكتاف تابعيهم اللي هن عم يسندون يضلوا بالواجهه. انا بحب انه يضلوا مستمرين على نفس النهج اللي هن فيه، النهج اللي يبين لك معاناه الشارع بعد ما صارت الاحداث، الهجره، اللجوء، معاناه اللاجئ، الخيم. يعني اهم شيء لازم يضلوا يعني تضل تقاريرهم بين الخيم بالمخيمات افضل شيء.